كيف ما تقنوت وتبدأت هنا في المغرب. أنا أفريقيتي للأميرة للهيشة للأرقية تركيبة رباعية تركيبة رباعية صالحة لدوك الناس اللي هما بغاوها باش يخليوك انت باش يخليوك انت مبهلل تبع اللومان هذا هو اللي تبيك. شكون اللي حل الموقف دابا؟ هذا الموقف هذا اللي منتهم في الشيعه بالشعوذه في القناوي على تقناوي شعر القناوي بريء القناوي فنان الفقر اللي جعلو باش يتلعب هذا العرف هذه الطريقه ديال كذا الشعوذه وهذا وهذا اللي كتعرض عليه المقدمه هو اللي اجل الفقر عطيه الفلوس قول لي ضرب لي كاع سيدي خليل ضرب سيدي خليل المهم ولا تتعرف ربي راه ربي تاهو تيعرف لي ولا وبدات ما كون مراه هو العيالات هما اللي لعبوا في هذا الموقف. وقتاش كتسمع تا قناويت هي داك قناويت الوقت اللي كتكون جالس هي مع قناوه اجدو طروح وما من ربي مولاي حتى العيشه ديك 49 طرح 49 طرح منظومه من ابداع الانسان الافريقي في وسط المغرب دخل هو ما تيعرف واحد خصو يخلق حتى هو واحد الجو باش يكون عنده جمهور تيبقى تيشوف راسو عنده ديك النغمه صامته في وسط المواسم وكانوا جمهور عيسى وجمهور الدرقه وجمهور احمد شوكه كذا كذا خداو سبعه 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 من استاد المحل وكانت المحله ديالهم هما هي هاد الغابويين وكانت هي باش كتفتح الرحبه بالغابويين. علاش كيفتحوا الرحبه بالغابويين؟ باش يوضحوا للناس داك الجمهور اجيو راه حنا عندنا نمط حضاري اللي كيتجمعوا لهم الناس كيبداو يعطيو كل واحد انسان تيعطيو حقه دوك جيلي غنوا لهم جيلي داوي حالي ولكن كيف وصلت رساله باش ولات تعرضت بالكلام حيت الافارقه من يدخلوا الاحياء الفقراء استقروا فيهم استقروا في احياء الفقراء شكون يتشبع من ديك اللهجه وديك الرنه؟ اولاد الفقراء كبروا اولاد الفقراء لاجل الفقر لقى ديك كريمه وكذا خرج بدا تيكرم وتيكرم بكلامه هو زواق الكلام بحال براتش مراتش فين تزوق زواق الكلام شي تيقول جيلي داوي حيت تيقول جيلي اللي قرع عيالي تيقول ودي كله اللي هي اللي بغيا كنت عشبه تيدير ليها السميه ولاد الفقراء درجوا مع ذاك الحال جا زمان اخر زادوا ولادهم تا هما تشبعوا من ذاك الحال خرجوا بحالهم الى لهذا العصر هذا ديال القرن الواحد وعشرين او القرن العشرين عاد ولاو لمسوا ديك اللمسه ديال ما بقاتش عندها قيمه كذا راه ما كان علاش كذا بقرا ولادهم ما بغاوش ولدهم يتوبر الدراسه كتلاقي ولد الفقير مع ولد الغني تلقي هذاك اللي هو ولد الفقير ومتشبع تقراويت لقى ذاك الحال في دارهم بقى شبعان به بلا به هي تقراويت حال راه لي بورجوا دابا بغيتي تسمعها تعجبك واخا كاع عمرك سمعتيها تسمعها تعجبك حتى هما تنمطوا بذاك النمط تعلموا للسنتير عندهم نفوذ وعندهم امكانيات خرجوا وراء البحار شكون يبقى هنا دوك الاصليين ولاد البقار اللي خرجوا وراء البحار عزبوا على ذاك النمط دوك الناس اللي هما برا عارفين بهذا اللي هما عندهم ذوق للموسيقى والفن عجبهم داك الشيء خدوهم لقاهم داك الشيء مسلك ولا خصهم الكورال نزلوا عاوتاني للبلاد داو معاهم ديك ولاد البقار داروا لهم نفوذ داروا كذا طرقان باش دوزوهم من وصلوا تما هذوك الناس اللي لمسوا فيهم لمسه لوريجينال ولاد دوك الفقراء صافيه على دوك الاولين هذه هي الطريق ديال تقراويت من الهجره الى التسول الى الابداع الى العلم نظرا لقله الماده الناس اللي عندهم ماده وما يديروا لهم طريق وصلت دابا من الابداع الى النجوميه من النجوميه للعالميه تقراويت ما عمرها غادي هي صايقه ها صايقه مصيغه في يد الله ما عمرها كانت عندها نقابه ولا شي حاجه ولكن تحت في ايادي امينه هما اليهود هما اللي وصلوها لهذا الشيء حيت لمسوا فيها هي كل شيء في هذا الشيء ديال التنشيط هذا النشاط ديال الحضاري وداك الشيء كل واحد كلام اليهود راه ماشي انت مسلمين واش عمك شي انت شكون هذا النبي اللي كيجذب انا مشيت الاوليه انا نمشي ولا ست ايام ماشي نقول لك نعطيك اي ولي زبون وكذا ونوريك شكون هو وكذا شنو خدمته كان بحال هذا البحث لقيت انا ولاد ماشي هما مثلا النظر لمولاي ابراهيم ولاد مولاي ابراهيم اللي هما عندهم حقهم في الشجره وداك الشيء كيجيو ديك الليله ديال الموسم كيقراو البورده داخل الوالي عمرك لقيتي انت ديك نواف وسط الوالي غير كيقراو البورده وديك الليله الصباح تيتفرقوا كيجيو دوك الاتباع
سميتو ديك التدبيد واحد كيبرزوا واحد القوه الجسمانيه ديالهم هما داك الشيعه شي كيجرح وكيتقبلها شي كذا كذا شي كذا هذا والناس نظرا للاميه ولا تتبع داك الشيء ومع تطور كاين الانسان مسلم كيمشي يصلي الصلاه في الوقت ديالها وكيجذب ولكن كيلاقي هذه مع هذه علاش للاميه وتحياتي للخوت الحمام السلام عليكم هذا هو الخوت غادي داك الشيء